مساء الخير. مساء النور. مع الفنانة المبدعة والمتألقة والنجمة المتألقة سهير المرشدي. ممكن تبعتي رسالة للشعب اليمني؟ أنا بقول لليمن، كل يمني وأرض اليمن الحبيبة، أرض غالية جدا 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 علي، لأنها حتة من أرض العرب والعروبة، واليمن أرض حضارة وناسها يعني تكمن فيهم الأصالة والشهامة والجدعنة، ولذلك بتمنى إن شاء الله أن تعود المياه إلى مجاريها وأن تزول الغمة عن الأمة وعن أرض اليمن الحبيبة وعن كل بيت في اليمن. وأنا بحيي كل أم شهيد وكل زوجة شهيد، وطبعا يعني بقول للشهيد إن شاء الله دمك مش